أم المعتقل علي بن الشهيد حسين الصافي. اعتقل ولدي علي بتاريخ 23/3/2014. كلمتين ثنتين خرقت قلبي خراب. يقول لي يما تدرين أنا في وين؟ يقول لي في وين يا ولدي؟ يقول لي يما أنا في التحقيقات. كلمتين بس قطع الخط. طلعت من الوسطى رحت نفس المجنونة. أم بعرف وين ودى ولدي؟ ما توقعت إنه يطلع من إيدي وأخسر ساعة واحدة. وطلعت ورحت التحقيقات. احتقرون أشد احتقار. وكل ما أفكر أقول أولاد الناس كلهم يعتقلون وعلي ولدي نفسهم ولو أحسن منهم. كلمة خرقت قلبي يقول لي يما لا تحاتيني. أقول لي ولدي وش سووا فيك؟ يقول أمّا لا تحاتيني أنا زين. بس أمّا تحملي بروحش، تحملي بروحش وتحملي بإخواني وأبوي. أنا زوج المعتقلة ريحان الموسوي في مركز الرفاع الغربي. تم التعدي على ريحان الموسوي بأشياء يعني يخجل الإنسان في ذكرها، يعني من ضرب وإهانة وشتم، وكما اتخذوا أسلوب اللي هو الإيداع النفسي. قضية التعرية هي في مركز الرفاع الغربي ولأكثر من مرة طبعا، وهذا كله موثق في جميع اللجان إن كانت بحرينية أو خارجية. وريحان الموسوي تركت فراغ كبير في العائلة، يعني هي أم تمثل الشيء الكبير بالنسبة لأبنائها، خاصة عندها طفلة 5 سنوات فتحتاج إلى والدتها صوبها، وعندها أبناء 2. فهذا يعني أثقل الحمل عليه أكثر من اللازم، كونها أن هي امرأة وكونها أن هي سجنت ظلما وقاست ما قاست. هذا كله في من أجل مطالب هذا الشعب، وإن شاء الله نتمنى إليها ولا جميع المعتقلين والمعتقلات إن شاء الله الفرج العاجل إن شاء الله ولكل الشعب البحريني. أنا أخو المعتقل جعفر عبد علي إبراهيم الخزاز من قرية إسفالة من منطقة سترة، من أقدم معتقلي الديرة، وتم اعتقالي في تاريخ 15/2/2012. رحنا مركز الوسطى فما عطونا أي خبر عنه، ورحنا مركز التحقيقات ولا عطونا أي خبر عنه، ورحنا كذا مركز نبحث ونستفسر عنه، فكل مركز وكل جهة كانت ترد علينا بأنه غير موجود. فمن بعد 3 أيام تقريبا اتصل لمدة ثواني وعطانا خبر بأنه موجود في مركز الوسطى، لما سمحوا لنا بزيارته. فلما رحنا لزيارته وجدناه متعب ومرهق جدا، وكان أثر التعذيب واضح على جسده، وحتى كان بالأخص رجوله مكسورة بسبب التعذيب. أبي أبوي يجي بالسلامة عشان يودينا الحديقة ويجيب أنا والماما ونام وياه. يا ربي بابا يجيب لي شتاء
كل ليلة عبر ودينا الحديقة. من زمان أنا ما شفت البابا، عتبت لي البابا، أنا أمبارح للبابا. أنا والد المعتقل حسين علي إبراهيم خميس، أعتقل بالتاريخ 28/7 في شهر رمضان 2013، لأن جاني اتصال وإحنا على أعصابنا، قالوا لنا أنه متواجد عندنا في حوض الجاف، وبعدها يعني فوضنا أمر أنه معتقل خلاص، شنو حكمه ما ندري. عقب تقريبا لمدة شهرين كذي كان في زيارة له، رحنا شفناه وقال لنا شلون اعتقل وشلون كان في اثار الضرب، نفسيته كانت تعبانه كلش لما شاف الاهل وشاف ابوه وامه، وبعدين تغيرت نفسيته. بعدين جت المحاكمه، تمت المحاكمه واتهموه تقريبا 4 إلى 5 تهم، حيازه وافراز من التوف، تجمهر، إضافة إلى إتلاف ممتلكات، تعدي على الدوريات، يعني هاي أشياء ما كانت موجودة. حسين هو أكبر عيالي في البيت، يعني كنت أعتمد عليه في كل شيء، ترك فراغ في البيت موجود، يعني حتى أخواني يذكرونه، يعني حسين وين راح، حسين متى بيرجع، يعني في كل وجبة ينذكر اسمه. حسين بالنسبة لي أكبر عيالي، يعني كنت أنا شالنا ذخر إليه فيهم، بس تفاجأت بالأشياء القاسية اللي حصلها، يعني بعد الصغير يعني في عمر الزهور 15 سنة. أنا أخ المعتقل حسن عبد العزيز الخزاز، الموقوف حالياً في المحكوم في سجون جو المركزية التي وصلت أحكامه إلى 18 سنة. الأخ حسن الخزاز كان مطارد لأكثر من عام في تهمة كيدية مع مجموعة من الشباب في سترة، والتهمة محاولة قتل، الشروع في قتل شرطي عبر مهاجمة دورية أمنية، واعتقل عبر كمين مخابراتي بحث. طبعا هو المعتقل كان معرض للتصفية أثناء المطاردة، ففي هذه الفترة العائلة كلها كانت قلقة على اعتقاله، تحركت في جميع النواحي، جميع مراكز التوقيف من ضمنها التحقيقات، وكلهم نفوا وجوده. في فترة التسعينات أيضا تعرض للاعتقال، أول اعتقال تعرض له 9 شهور، في هال9 شهور جت المولودة الأولى، انحرم من رؤيتها. بعد ما أفرج عنه بعد 9 شهور، بعد انطلب في قضية حرق المطعم، وظل مطارد لما انحكموا فيها هذه التهمة، بعدها سلم نفسه، لفقوا له تهمة تعرض مبنى الأيام للتفجير، ظل فيها 2 أسبوع تقريبا في التعذيب لما أفرج عنه. أنا أخ المعتقل حالي عبد الحسين علي الوزير، اعتقل في تاريخ 29/11/2012، اعتقل عبر كمين مخابراتي في أحد المجمعات التجارية مع أصحابه 3. علي الوزير هو أحد المعتقلين السياسيين قبل تفجر ثورة 14 فبراير، وأفرج عنه مع القيادات السياسية بان احتشاد الجماهير في دوار اللؤلؤة.
أثناء مطاردة علي الوزير تم تدهور الحالة الصحية للوالدة. تدهور الحالة الصحية حق الوالدة أدى إلى وفاتها. بعد اعتقال علي الوزير تقريبا لمدة أسبوع كان مصيره مجهول. كان الوالد مع البيت يسألون عنه في مراكز الشرطة، وكانوا مراكز الشرطة ينفون وجوده، والوالد كل ما طلب انهم يساعدونه في البحث عنه يرفضون. بعد اسبوع تقريبا وردنا اتصال من عند علي انه موقوف. بعد الاعتقال تم تلفيق تهم كيدية لعلي الوزير، وهي حرق مستودع الهونداي للسيارات الواقع بسترة وتفجير البضيبية. انحكم في قضية حرق المستودع ب15 سنة، تم الخفض الحكم إلى 7 سنوات، وانحكم في قضية تفجير البضيبية بالمؤبد. أنا والد المعتقل أحمد إبراهيم عبد علي الخزاز، مواليد 91. اعتقل أحمد تاريخ 6/3/2012 بسبب تهمة كيدية إليه على أن إحراق دورية أمنية. في هذه الليلة المشؤومة سمعنا أصوات خلف المنزل، كان دوريات جايين إلى واحد شاب من جيراننا، فأحمد سمع الأصوات وخلته الغيرة وفتح النافذة وهذه هدأ من والدة أحد اللي جايين له. تروا في البيت وهجموا واختطفوا أحمد. عندكم أوراق للاعتقال أو شيء يثبت من النيابة؟ رواني ورقة من بعيد، ما قدرت أقرأها. تمينا كذا يوم من مركز لمركز ماكو نتيجة. عقب كذا يوم اتصل أحمد وقال أنا في مبنى التحقيقات، وعملنا اللازم، سوينا له زيارة في الحوض الجاف، وتم سنة محاكمات لين أصرروا عليهم الحكم الجائر 15 سنة. وعقب هذا صار التمييز بعد وأيدوا الحكم. أنا أخو المعتقلين حسن أحمد الهنان والشيخ سماحة الشيخ حسين أحمد الهنان، اعتقلوا سماحة الشيخ وحسن تاريخ 6/3/2012 عن طريق اقتحام المنزل وتصوره. بعد الاعتقال تفاجأنا بتلفيق تهم كيدية لسماحة الشيخ وحسن. اعتقال حرم سماحة الشيخ من إكمال دراسته خارج البحرين، والشيخ كان أحد الشخصيات الدينية البارزة في المجتمع، وكان الشيخ قبل تقريبا بعد أسبوع كان راح يسافر خارج البحرين لإكمال الدراسة. والاعتقال حرم حسن كشخصية فاعلة في المجتمع دينيا وثقافيا واجتماعيا من التواجد في القرية، وحرم طفلة الشيخ سماحة الشيخ حسين هنون من الحنان الأبوة، وطفلة حسن من حنان الأبوة، وحرمهم من أنهم يكونون كأي طفل محتاج إلى حنان الأبوة ومحتاجين أبوهم متواجد. Thank you.
أنا أخو المعتقل صادق أبدعي العصفور الذي اعتقل في 6/3/2012 بطريق مداهمة البيت. فجأة ما شفنا الشغب وقوات مدنية هجمي على البيت الصبح. من بعد الاعتقال أخوي صادق رحنا أنا والوالدة إلى مركز شرطة الوسطى نسأل عنه، فقال لنا مو موجود، فيودونا لمركز ثاني. نروح قال لنا في مركز سترة، نروح مركز سترة قال لنا في الوسطى، نروح الوسطى قال لنا مو موجود عندنا. عقبها طلعنا، عقب 3 أيام كان يعني أخوي صادق لا حس ولا خبر، مجهول ولا ندري عنه وين موجود. عقب 3 أيام جانا اتصال من التحقيقات إنه هو موجود في التحقيقات، بس هالكلمة اللي قالها بنا دور خط. أنا كان معتقل عباس العصفور الذي اعتقل في تاريخ 21/4/2013 عن طريق كمين مخابراتي ومعه 4 من أصدقائه في بيت عمي. عباس العصفور طبعا يوم طبوا بيت عمي حاولنا نمنعهم ما قدر زين، وعقب يوم أخذوه صار مدة تقريبا من 4 إلى 5 أيام عقب جاءنا اتصال منه. وقبل لا جينا الاتصال حاولنا رحنا كذا مركز ينفون الوجود، يعني وجود ينفون انزين. عقب تقريبا 4 إلى 5 أيام جانا اتصال منه بس يقول الو انا بخير، تحقيقات سكر. عباس العصفور ظل مطارد قرابة 2 سنة ولا ندري عنه شيء، يعني حتى البيت يزيد مخاوفهم من زود التهديد اللي كان يوصلهم، اذا يجون البيت يهددون بتصفية. بعد الاعتقال طبعا فاجأنا تلفيق عدة تهم كيدية من ضمنها تخطيط التفجير في الفرن اللوان والشرع بقتل شرطي والتجمر بعدة مناسب. طبعا ضلي حاكم في القضايا اللي عليها قرابة 1 سنة، حكموا في الفرن 5 سنوات وقضية الشرع بالقتل 10 سنوات وواحد التجمهر 10 سنوات. عباس العصفور تعرض لتعذيب نفسي وجسدي مميت من الصعق والكهرباء. أنا والد المعتقل محمد حسن العصفور. محمد اعتقل في تاريخ 11/10/2013. طبعا بعد الاعتقال تفاجأنا بتهم إلى محمد كيدية، وعقب مقارب 4 شهور انحكم محمد بسنة واحدة. طبعاً التهم اللي لفقوها إليه اللي هي حيازة منتوف وأعمال شغاب. طبعاً يعني الاعتقال يعني حرم محمد من أشياء واجد، يعني مثل دراسته هي الأهم، فهو خفق من سنة واحدة من دراسته وخفى. وحرم محمد طبعا من أسرته، هي في الأساس من أسرته. طبعا احنا نتمنى يعني كنا نتمنى محمد يكون ويانا موجود. أنا أخ المعتقل يونس علي جبيل، طبعاً هو معتقل بتاريخ 13/14/2014. طبعاً تم اعتقاله عن طريق مداهمة منزل الوالد، ف
في فجر هذا اليوم عن طريق قوات مدنية وعسكرية، وفقدنا الاتصال به لمدة يومين لا نعلم عن مصيره شيء. مجرد أننا تلقينا اتصال منه بضع ثواني يخبرنا بمكان أنه متواجد في التحقيقات الجنائية وهو بخير. بعد يومين تم عرضه على النيابة العامة وأسندت إليه بعض التهم الكيدية، وهي كالتالي: التهمة الأولى بيع بطاقات أو شرائح على المطلوبين وحيازة مولوتوف، والتهمة الثالثة أعمال شغب وتجمهر. بناء على هذه التهم تم حكمه 60 يوم توقيف، وبعدما انتهت هذه المدة تم تجديد التوقيف لمدة 45 يوم. انتهت 45 يوم الأولى وتم تجديد له 45 يوم أخرى. أنا قريب المعتقل علي مهدي دياب. علي مهدي اعتقل بتاريخ 16/4/2012 عن طريق مداهمة منزل والده من قبل قوات عسكرية ومدنية. بعد هذا الاعتقال ظل مصيره مجهولا قرابة 3 أيام. بعده جاء اتصال منه لمدة ثانيتين تقريبا يفيد بأنه متواجد في التحقيقات الجنائية، ولم يذكر شيئا آخر. ولما ذهب أهله لزيارته تفاجؤوا بتلفيق تهم كيدية له، وهي الشروع بقتل شرطي عن طريق مهاجمة مركز الشرطة سترة هو مجموعة آخرون. وظل يحاكم على هذه التهم الكيدية لقرابة 1.5 سنة، وبعد 1.5 سنة تمت محاكمته هو ومجموعة من شباب سترة بأحكام متفاوتة، وهو قد حكم ب10 سنوات. علي مهدي أحد الشخصيات الفاعلة في المجتمع من الناحية الاجتماعية والدينية والثقافية.